رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة، وقال نتنياهو إن آخر ما تحتاجه تل أبيب الآن هو إجراء الانتخابات، مبررا بأن ذلك سيؤدي إلى الانقسام في وقت تحتاج إسرائيل فيه إلى الوحدة على حسب قوله. وفي السياق، انتقد مسؤولون كبار عن حزب الليكود الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونقل موقع واينت العبري عن أعضاء في الحزب أن نتنياهو لن يبقى في منصبه بعد نهاية الحرب، موضحين أن محاولات تأجيل الانتخابات لن تنجح، وأن الليكود قد يلجأ إلى التحالف ضمن ائتلاف إذا لزم الأمر. وفي غضون ذلك، تظاهر الآلاف في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، ودعا المتظاهرون إلى إجراء انتخابات فورية في إسرائيل. Whatever. We must replace the government right now. We must, either way, go for election, immediately election. Or there is another way to replace our prime minister with what we call imun constructivi. It's in the government law. حرب غزة سلطت الضوء على الأزمات الداخلية التي تعيشها إسرائيل، من تظاهرات مناهضة للحكومة إلى خلافات الأحزاب ومجلس الحرب. فما الذي يحدث؟ مع بداية الحرب على غزة، بدأت تتكشف بوادر خلافات وتصدعات في إدارة الحرب وداخل الحكومة الإسرائيلية. أبرز الخلافات كانت بين المستوى العسكري ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إدارة الحرب والخطوات الميدانية، منها البدء بالحرب البرية والتعامل مع الجبهة الشمالية. الأزمات لا تقتصر على عدم ثقة نتنياهو بقيادات الجيش ووزير الأمن، بل هناك خلافات سياسية داخل حكومة نتنياهو، بحيث بدأ عدد من وزراء حزب الليكود باستشعار النتائج السياسية لما وصفوه بالإخفاق العسكري الكبير لحكومة نتنياهو، لتنشر مواقع إسرائيلية أن هناك وزراء يدرسون مسألة إمكانية الاستقالة من الحكومة، مما يشير إلى هشاشة الوضع السياسي الحالي وتراجع مكانة نتنياهو. الخلافات والانقسامات التي عصفت بالحكومة الإسرائيلية تمحورت أيضاً حول ملف الأسرى. أعضاء حزب الليكود يرون أن الضغط العسكري المستمر على حماس وحده الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى، بينما وزراء حزب الوحدة الوطنية دعوا إلى النظر في أفكار جديدة يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس. إقرار الميزانية أيضاً كان محل جدل داخل حكومة نتنياهو، باعتبار أن الأحزاب الدينية المتشددة في الائتلاف الحاكم هي من تستفيد من الزيادات المطروحة. إلى جانب كل هذا، زادت المظاهرات التي باتت تجتاح إسرائيل من حدة الوضع، فقد طالبت بإسقاط حكومة نتنياهو التي وصفتها بالمتطرفة وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة عبر التفاوض مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية.